السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات أم عبد المغيث. حلقة أخرى كتجمعني بكم، ونتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال والأحوال. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بإذن الله جيت باش نكمل معاك شيوات وكذلك التحضيرات للشهر الفاضل. عارفك بقى ما صوبتي لا بريوات لا سلو، وعارفك يلا كيف نزلتي تقديتي ليه. الفيديو ديال اليوم غادي نقترح لك واحد الطريقه اللي غادي تزيدك اقتصاد في اقتصاد، طريقه صحيه باش تقلي اللوز باقل كميه ديال الزيت. الا بغينا نقولوا ما تفوتيش فيه معلقه، وغادي نعطيك جوج ديال الطرق وانا متاكده غادي تعتمديهم في المطبخ ديالك. وعلاش هادشي كامل باش تحافظي لاله على جيبك وعلى صحتك، وكذلك على الميزانيه ديالك. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، ملي غتحطوه ما غاديش يرد البال حتى واحد بانه ما مقليش. وهذا الشيء علاش البارح كنت قاسمت معاك سلو اللي بدون دقيق طحين، بدون فورص، بدون دقيق كامل، بدون شعير، بدون شوفان، بدون زبده، بدون زيت، وبدون سكر صحي 100%. اليوم بغيت نكمل معاك ونوجدو حتى اللوز ديالو يكون صحي. ولكن قبل من هذا الشيء كامل، ما عرفتش واش غادي تكوني معايا في الحلقات القادمه اللي غادي نقدم لك فيها وصفات مفرفره، وصفات ديال الدقيقه 90 وبحشوات، وكذلك وصفات اللي سهله. ما عرفتش هذا رمضان واش غادي ترافقينا في القناه ولا لا. غير هي بغيت نقول لك راني معروضه عندك كل نهار باش نوجد معاك فطور ديال رمضان اولا فطور ديال نهارك. بقاي معايا وفرجه ممتعه والفيديوهات يوميه. هنا كيف ما شفتي معايا، من بعد ما خديت اللوز سلقته وقشرته وحيت ليه الجلفه، غادي نوضعه في واحد المقله. وما بقاتش غير نوضعه في واحد المقله، لان كاينين نصائح اللي غادي تخليه يتقرمش وتخليه يجي بحال المقلي. نتمنى انك تصبري واحد شويه وتبقاي معايا طيله الفيديو. بالنسبه للزيت هنا اللي غادي نستعمله، غادي نستعمل ملعقه واحده فقط من الزيت العادي، معلقه واحده ديال الزيت العاديه تكون كبيره. فوالا كيف كتشوفوا معايا، غادي نخويها فوق هذا اللوز. وغدا نبدا ندهن الحبات ديال اللوز بهذه الطريقه. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. نتمنى كذلك تشوفي القناه الثانيه ديال الاعشاب، قناه ميمتي العزيزه، اللي من خلالها كنرحبوا بجميع المتتبعات وكذلك جميع الناس اللي بغاو يستافدوا من فيديوهات الوصفات. الوصفه القادمه غادي نقدم لكم الطريقه، غادي نقدم لكم واحد الوصفه علاجيه للسخفه، وحتى بالنسبه لهذا الناس اللي كيعانيو من فقر الدم والوليدات الصغار طبيعيه 100%. نتمنى انكم تكونوا معنا. هنا كيف كتشوفوا معايا، ملي كنحطو فوق البوطه العافيه تكون مهيله، وكنبدا نهز ونخلط بهذه الطريقه. شوفي معايا كتهزي وكتقلبي الجهه الاخرى. والعافية تكون مهيلة. شوفوا معايا، واخا الكاميرا ما شادش مزيان. بالنسبة للعافية هنا كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو ديال المقلة. دائما كتبقاي المقلة تكون ما تلصق. شوفوا معايا كيف جا كأنه مقلي، غير العافية تكون مهيلة البنات كما أكدت عليكم، وتبقاي تخلطي بهذه الطريقة. فوالا كيف كتشوفوا معايا، هنا رديت اللوز ديالي فوق البوطه. وفي هذه الاثناء غادي ناخذ واحد البلاستيكه نوضعها هنايا
ونوضع فيها الكمية ديال اللوز. ولكن بالنسبة لهذا اللوز ما خاصش يكون بالمرة فازق، لأنه خاصو يكون ناشف على الأقل واحد 12 ساعة. يعني ملي تبغي توجدي اللوز سرقيه في الليل وقشريه وديريه فوق واحد الزويف أو لا مع الصباح وخرجيه للشميشة تينشف. عادة ديري ليه الطريقة، علاش؟ لأنه إلا بقى هكا كينفزق ما غاديش يخلي الزيت بالمرة يدخل لداخل. بالنسبة للبوطة تكون مهيلة تماما. هنا كيف كتشوفوا معايا وضعته في هذه البلاستيكة، وغدا نضيف عليه كذلك ملعقة كبيرة من الزيت العادية. ولا كيف كتشوفوا معايا؟ وهذا نديرو في واحد البلاستيكة ونبدا ندير ليه هذه الطريقة. غير هي حاولي ما تهرسيش الحبات ديال اللوز. ملي كتكون عندك كمية كبيرة كتبقاي تاخدي شوية وكديري ليها هكا هاد الزيت وكتلبسيها، وكنحاول ما امكن انهم يتحلوا هادوك الحبات اللي لداخل بدون ما يتهرسوا بدون ما يتعجن. من بعد غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غندير عليها واحد البابي سينون، لما كانش عندكم ما يحتاج بالمره انكم تديروا البابي. وغادا نوضع نخوي فوقها هاد اللوز اللي خليته ارتاح على الاقل واحد المده ديال ربع ساعه. غادي نسرحو ما يكونش شي فوق شي، غادي نسرحو وندخلو الفران باش غادي يطيب. بالنسبة للعافية تكون تقريبا 150 درجة. وكيف ما سبق وذكرت البنات، بالنسبة درجة الحرارة تكون 150 درجة 150 درجة مئوية. تكون العافية مهيلة وكتبقاي تخلطي ملي كتحسي به دخلات العافية لداخل كتطلعي درجة الحرارة 180، وكتبقاي تخلطي بهاد الشكل. اكيد ملي كيكون الوسط في الوسط ديال الفران. شوفوا معايا الشكل ديالو كيجي كأنه مقلي، وصدقيني بأنه غادي يولي المعتمد عندك. لا بالنسبة للبريوات ولا بالنسبة للسلو ولا بالنسبة كذلك البسطيلة ولا غيرها،
تيجي غزال وصحي وناشف من الزيت. ما بقى لي الا نودعكم، وانا متاكده ملي غادي تجربوه غادي يعجبكم. ما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم شكر خاص على المتابعه، والى اللقاء في حلقات